الملف الشائك الآن واللي هو ماخذ حيز ومساحة كبيرة موضوع الاتصالات. ومن هنا دقيقة بس نضرب ساعته كباش في جرس. السلام عليكم كباشي. انا ما قصدي كباشي حاف يعني، طيب الفريق كباشي. كيف الاخبار يا سعاد؟ ان شاء الله انت كويس يا اخي، كيف امورك وشعورك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. لا كويسين ما في وجه. اي لا لا ما شاء ضارب لك بشبكة بتاعت كهنة نت. اي تيليكوم لا بشي الا الكهنة. لا لا معاكم كاهنة، احنا في الكوكب ده ما كهنة. بس دار اقول لك ساعته برهان قاعد جنبك يا ريت الله خليه يفتح السبيكر، عندنا لايف عندنا له كلام. بارك الله فيك. اي لا لا انت ما داخل في شغل، لا بس برهان برو. اي اقفل المكتب عليكم وانت وبرهان. اي قول له خد الكوبيه دي يا صاحبي وامضص وقلع السايد كاب. في شغل بلي يا صاحبي. اي لا لا جايكم، خد الساتر انت تحت المكتب. لا بارك الله بارك الله ليه بعدين. فموضوع الاتصالات ده هو موضوع بيفتح لنا ابواب تانية ولازم يتمسك بزوايا مختلفة. فالزاوية اللي ماسكينها بيها والحرية والتغيير انه تضييق على حريات المواطنين في السودان، والمتهم الاول هو القوات المسلحة طبعا، والمتهم الاول بالاسم البرهان، والمتهم الاول حكومة مجلس السيادة في هي المتهمة بأنها هي قطعت الاتصالات. من المتهمة؟ الإعلام المدفوع حق الحرية والتغيير، الأربعة خمسة أنفار المشترين لهم، وكانت جحافل وجيوش من الحرية والتغيير، كانت صفحات أصوات بسيطة خابئة هنا وهناك. قالوا موضوع الاتصالات، ما قالوا موضوع الاتصالات، قالوا الجيش هو القفل الاتصالات. منو الكلام ده؟ ناخده من مصدره إعلام الحرية والتغيير وإعلام المنظمات. عمل لقاء مع مدير شركة زين، مدير شركة زين سأله سؤال مباشر قال له الحكومة والجيش قفلوا النت، قال ما عندهم أي علاقة وما دونا أي توجيهات. حنسمع من الفاتعير وسماع عديل عشان نقفل الملف ده. طيب الزاوية بتاعت الحرية والتغيير دي احنا حنتكلم فيها، وانه هي تضييق على الشعب السوداني ونستدعي طوال دخول الأمم المتحدة واليونسكو واليونيسيف. لا لا احنا هنمشي للبرهان تحديدا في موضوع الاتصالات ده. ده ملف خطير جدا، الملف ده داير زول متخصص وفني شغلته الاتصالات، في وزير اسمه بتاع اتصالات، في وزير اتصالات في الدولة. لماذا لم يخرج وزير الاتصالات بتصريح فني عن الشيء الحاصل في السودان؟ لانه الملف بتاع الاتصالات ده واقع في قسمه. مجلس السيادة قسم الملفات بتاعت الوزارات على مجموعة، كباشي ماسك الملف الخارجي، ياسر عطا ماسك الملف الداخلي، برهان ماسك السياسي وماسك الاتصالات. منو الماسكة؟ البرهان. أنا ما بعرف وزير اتصالات حسي في الملف ده، بعرف حاجة اسمها البرهان. ما دام البرهان أخذ التكليف بتاع وزير الاتصالات وقعد وكنب، فهسه احنا حنتكلم مع البرهان في ملف الاتصالات، وحنتكلم مع الوزير، وحنتكلم فيه بزوايا مختلفة. بداية الحاصل شنو في ملف الاتصالات في السودان؟ الشبكة قطعت من 3 شركات، كيف تحصل في توقيت واحد؟ والله طبعا صرفة المعركة دي يعني الحرب أثرت على كل المجالات والقطاعات، زي ما انت تكلمت عن قطاع الصحة والترحيل والسكن والكهرباء والموية وبما فيها قطاع الاتصالات، أكيد حيتأثر بالحرب. كلام ده تقوله لي أنت مواطن، أقول لك أنا مواطن هذا ما عنده معنى هنا. لما نجي لوزير الاتصالات نقول له الحصل شنو، مفروض يجاوبني إجابة فنية. سلام عليكم سيد الوزير، كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب. أنا لا يفوتني إنه أنا عارف ملف الاتصالات في يد البرهان، بوثيقة طالعة من مجلس السيادة قسموا الملفات بتاعت الوزارات بين 4 أو 5 أفراد، إبراهيم جابر، كباشي، ياسر عطا، برهان ذاته. حلو، أنا متفق معك. إذا أنت فنيا وكفاءة جيت المنصب ده مفروض يكون عندك رأي فني تقوله للمواطن. بينه وبين الشركات دي في عقد،
عقد بتاع تشغيل بينه وبين زين في عقد تشغيل، بينه وبين كنار في عقد تشغيل، بينه وبين ام تي ام في عقد تشغيل، بينه وبين سودان في عقد تشغيل. يبقى العقد ده موقع بين طرفين، وزير الاتصالات موقع طرف ومعاهن الفاتح عروة موقع طرف. المفروض يحل لي المشكلة دي واتكلم معاه منه؟ اللي بيمثلني ولا الطرف الثاني بتاع القطاع الخاص بتاع الشركة؟ المفروض يمثلني يتكلم معاي ويحل لي المشكلة ويديني الأخبار؟ وزير الاتصالات اللي هو موقع باسم حكومة السودان، موقع عقد مع شركة كنار، موقع عقد مع شركة زين، نمسك عقدهم مع شركة زين. العقد ده بقول فيه شنو؟ والله يا أخي إنك تقدم الخدمة دي لأي زول في السودان، ده العقد بتاعهم. الكلام ده قاله منه؟ الكلام ده قاله الفاتح عروة ذاته، تمام؟ فاتح عروة قال الكلام ده ذاته، الفاتح عروة قال الكلام ده ذاته. قال يا أخي أنا ملزم بالعقد بينه وبين المشترك في شركة زين أوصل له الخدمة في أي حتة في السودان. هنجي نحلل كلامه ده بعدين. هو دار يشيل المسؤولية القضائية والجنائية من رقبته. قال أي زول مشتري شريحة زين دي أنا مفروض أوصل له الخدمة، كان في مناطق سيطرة الدعم السريع أو مناطق سيطرة القوات المسلحة، ما دام اشتريت مني الشريحة فأنا ملزم أوصل لك الخدمة. كلامه كويس. في حالة الحرب دي اللي بترموا فيها الشماعة، المفروض وزير الاتصالات يطلع لي العقد، يقول لي العقد ده بقول شنو؟ في حالة الكوارث والطوارئ، الحروبات، الفيضانات، الزلازل، الحريق، شركة زين تعمل شنو؟ خطة بقى في حالة انه يحصل فيضان في السودان غرق ليهن المحولات بتاعت الاتصالات وغرق ليهن الابراج، يعمل شنو ناس زين؟ الموضوع ده مفروض يكون مكتوب في العقد بينه وبين شركة زين. لما 10 شهور تكون في حرب مدورة وشركة زين المحول بتاعها قاعد في جبرة، ويطلع مدير الشركة يقول لي والله يا أخي المحول ده قاعد في جبرة في مناطق سيطرة الدعم السريع. هو شنو المحول ده؟ هو شنو؟ محول صندوق وتاني فيه شنو؟ جنريتر من آلاف ملايين الدولارات اللي بتخش لشركة زين كل يوم 5-6 مليون دولار صافي ربح بعد الحرب دي. ليه ما اشتريته مولد خطيتوه في بورسودان؟ ليه؟ كلام ده طبعا ما لشركة زين، أنا بسأل الوزير بتاع الاتصالات. ليه ما سألت شركة زين في العشر شهور عملت خطة بديلة شالت المحول ده ودته بورسودان أو اشترت واحد بديل له؟ العقد بيقول شنو في الحالة دي؟ ما هو بتاع شركة زين بيدعي إنه موصل الخدمة لمناطق سيطرة الدعم السريع لأنه بينه وبين المواطن عقد. هسي لك 6 يوم النت ده قاطع يا بتاع شركة زين، 6 يوم النت ده قاطع، أنا أعاقب منه وأسأل منه حقي يجيبه لي منه؟ الملايين الضاعت دي، الآلاف الناس اللي بتحول قروش الخشج جوا السيستم وما طلعت، ما معروف القروش والحوالات بتاعت بنكك مشت وين، هل حترجع ولا ما حترجع؟ الناس جاته الرسالة انه القروش تم تحويله وبهناك الطرف الثاني ما استلمه، السيستم لما نعمل له ابديت لما تركبوا اجهزة جديدة في الايام الجاية القروش اللي ما حتظهر، الناس اللي كانت محتاجة علاج، الناس اللي كانت محتاجة، انت 10 شهور ما عملت خدمة بديلة وعملت محطات بديلة في بورسودان ليه؟ اذا كان مجلس السيادة كله اتنقل من القيادة العامة مشى هنا بورسودان، انت ليه ما نقلت المقر بتاعك؟ هو قمر صناعي، الواي فاي الفايف ده الفور جي الفايف جي دي ما قمر صناعي ولابتوب. اي زول بتاع اتصالات في الكوكب ده اللي جي غالطني، الموضوع ده قمر صناعي ولابتوب والياف قاعده موزعه في السودان ده كله واصله. اذا كانت انت عندك القدره توصل شبكه زين من جبرة لحد بورسودان، يبقى بالرياضيات عندك القدره توصل شبكه زين من بورسودان لحد جبرة. نعيد تاني، إذا كان المحول الرئيسي قاعد في جبرة وبوزع لبورسودان ذاته بصلة، يبقى أنا ممكن أجيب محول وأجيب ساتلايت وأجيب عمود أخطه في بورسودان يوصل لي لحد جبرة وأكون متحكم فيها أنا. ليه بعد 10 شهور أجي أكتشف إنه والله يا أخي الحاجات دي ما في يدي، رغم إنه إحنا كنا بنتكلم في موضوع الاتصالات ده قبل الحرب وبعد الحرب وبنتكلم إنه الناس تتحرك وشركة زين تتحرك والحكومة تتحرك وملف الاتصالات وكيف نخلي السيرفرات حقتنا في دبي وكيف نخلي أسرارنا برا، ده كل الكلام ده. الدعم السريع والحرية والتغيير بيستخدموا ملف الاتصالات في شنو؟ تضييق على الشعب السوداني. التضييق في شنو؟ حس الليلة في ناس عندهم إجراءات كثيرة وقفت، من ضمنها تحويل القروش، وده أهم حاجة. أول حاجة إنه تحويل القروش واقف، الناس معتمدة على القروش اللي بتيجي من برا. حس ده 7 يوم.
كم 700-800 ألف حالة عندهم عملية، 700-800 ألف حالة عندهم دواء دار يشتروه، 6-7 مليون نفر عندهم أكل بيشتروه بقروش بتيجي من برا، دي كلها وقفت. الأثر على خطوط الطيران، ناس مارقة قطعت التذكرة عندها، المواطن قطع التذكرة بيتحمل المسؤولية، أثرت عليه. في ناس يقول لك ما تصل المطار وبتلقى، وأنا عارفها كيف إنه التذكرة جات الليلة، أنا عارف كيف، ما مفروض تتحول لك من ولدك من بنتك من السعودية فيزا إقامة من قطر، دي كلها أنت مفروض تستلمها في خلال 6 يوم ما استلمتها، قطعوا لك تذكرة حقها راح، ده منو اللي بيتحمل الخسائر دي؟ الإجراءات والتواصل بين الوزارات، الإجراءات الحكومية بتاعة تجديد الجوازات، تجديد الورق، إعفاءات، الجمارك اللي رافعينها في السماء دي، ما كل السيستم ده معطل، الناس ما قادرة تتواصل برا، ما قادرة تضرب تلفون. الخلل ده بوريك إنه ما كان في خطة بتاع الطوارئ شاملة. إحنا لو تكلمنا عن مجال الصحة حنلقى الفشل ده، لو تكلمنا عن الطرق حنلقى الفشل ده، لو تكلمنا عن الموية حنلقى الفشل، لو تكلمنا عن الكهرباء حنلقى الفشل. ليه؟ لأنه الزول في المعركة دي مفروض يقوم برنامج واضح وجاهز. البرهان مسك ملف الاتصالات، هو المسؤول الآن مباشرة عن القضية بتاعت الاتصالات دي. برهان يكلف الشركة يقول لي شركة زين في حالة الكوارث والحروب العقد بيقول شنو؟ تجيبوا سيرفرات بديلة، تجيبوا ساتلايت بديل، تجيبوا قمر صناعي بديل، تجيبوا عمود بديل، تجيبوا محطة توزيع بديلة، تجيبوا جنريتر بديل. شركة زين ما وفقت بالشروط بتاعتها أخلت بالاتفاق، تشوت برا طوالي. شركة السوداني تشوت برا. إحنا موضوع التلفونات ده قالوا يا صرف انتظر أسبوع بعدين بترجع، ما حننتظر أسبوع، إحنا تاني ما حننتظر، عذر ده تاني ما عندنا ليزول. زول حاجة قدامي واضحة، أنا دار تصريحات تطلع من مسؤول، واحد يجي يبشرك يقول لك والله الليلة الشبكة في السو في 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 عبر رجعت، أنت وزير الاتصالات؟ لا. أنت رئيس مجلس السيادة؟ لا. ما تكلم معي، دار نطمن، ما تطمني يا زول، أنت ما بتطمني، أنا دار زول يطلع بدفع عليه قروش، ماخذ قروش في جيبه، ماخذ مخصصات، راكب عربية ميري، ماخذ وزير، وزير الاتصالات ده ما حننتظر الشبكة ترجع، يستغيل الآن. أنا ما بتكلم معك استغالتك فنيا وإنك ما قايم بواجبك، أنا بتكلم عن الكرامة. أول حاجة أنت شغال لك في مؤسسة بتتكلم في حرب، بتتكلم في ظروف ناس زي دي، أنت ما مغدرة، محركك واحد من مكتب البرهان ولا محركك البرهان منتظر تعليمات منه إن أنت تطلع تتكلم ولا ما تتكلم، أنت القروش اللي بتدخلها في جيبك دي ما حلال، وقت أصل البرهان ماسك موضوع الاتصالات، أنت قاعد تسوي في شنو؟ أنا ما حنتظر الشبكة ترجع وأعمل لك حملة وأعمل لك هاشتاج أغيلك به، وده اللي حيحصل طبعًا. لكن أنا بقول لك من حس كرامة ساي. تضحيات الشعب السوداني في المعركة دي، انت كوزير حسي ساكن في بيت مرتاح، شبكتك شغالة، كهربتك شغالة، اكلك شغال، حصلت اي حاجة مطار بورسودان بتركب تتخارج، عندك جواز دبلوماسي، وقفوا لك باخرة بتقطع تمشي السعودية، انت ما معاني مع الناس، انتوا ما عايشين الجو بتاع المعركة دي، انتوا بعيدين تماما. اقلها بتطلع تقول لي راي فني، قالوا يا صرفة يا اخي، امبارح الفاتح عروة اتكلم كلامه قال يا اخ والله احنا في موضوع دارفور ده الحكومة ما طلبت مننا الحاجة دي، ما قالت لي نقفل النت، شهادته كويسة. طيب الحصل قال يا اخي في حتات اتفصل فيها الفايبر واحنا شغالين فيها صيانة. كلمة حتات دي اسمه تمويه، وده اسمه تشتيت الكورة، والفاتح عروة ده ملك الحاجة دي، ملك الحاجة، ملك التنصل من المسؤوليات. ده طبعا قضية الفلاشة، شاهد ملك، اشهر شاهد ملك في العالم، قضية الفلاشة، رمالك في الضباط المعاول المساكين ضرب القروش وتخارج طلع براء. هسي هو عمل نفس الحكاية، قال في فايبر مضروب في حتات، مضروب وين الفايبر؟ أنا داير الكلام ده يطلع من وزير الاتصالات، التقرير اللي رفعته لك زين، قالوا الفايبر ده مضروب وين؟ بايظ وين؟ بايظ وين في دارفور؟ بايظ وين؟ ما سألتك من منطقة سيطرة الجيش أو منطقة سيطرة الدعم السريع، أنا داير تقرير فني من شركة زين تبرئ ساحتها، قالوا الفايبر مضروب، مضروب وين؟ مفصول، مفصول وين؟ فيها تحيد تحديد لي بالخريطة، أعمل لي سكرين من الكمبيوتر حقك الفاديرو، وريني مفصول وين؟ وريني المكاتبات حقتك والاتصالات، اتصلت بمنو؟ تيجي تقول إحنا في تواصل مع الجماعة ديل، منو الجماعة ديل؟ منو الجماعة ديل اللي أنت في تواصل معاهم ووصلت لشنو في التواصل ده؟
هل التواصل ده بعلم الحكومة، علم القوات المسلحة، علم قائد المنطقة، علم الجيش، علم وزارة الدفاع، علم وزير الاتصالات، ولا بتعمل في الاتصالات دي برق؟ ما دام بتعمل فيها برق وصلت فيها لشن؟ أتيامنا شغالة في الميدان، أتيامك شغالة في أتو ميدان وريني. حس أنا بسألك، لا أسبوع قاضى على شركة زين دي وانت ماخذ عقد احتكاري انه انا والله في خلال العشرة سنة دي الحكومة ما تدخل لي شركة اتصالات تانية، وانت كنت موبيتيل عامل نفس العقد الاحتكاري ده انه ما يدخلوا لك اي شركة، انت الاتصالات الوحيدة في السودان. ما دام متحمل المسؤولية دي انت اله الاتصالات، انا حسألك اقول لك انت في الست يوم دي مالك ما صلحت العطلة في دارفور؟ ليه ما صلحته؟ حصل له تخريب ورين خربوا منه الموضوع ده، ما فيه محايدة. من ضرب الفايبر في دارفور؟ بس كلام ده واضح ومباشر. السواقة بتاعتك والنزلة والطلعة والفاتح عروة الرجل الخبير وتاريخه، اسمعنا الكلام الفاضي بتاع الصحفيين ده بقسم معي وعشان ما اختلف مع زول. فاتح عروة ده مدير شركة الزين، شركة الزين دي بتقدم خدمة للسودان، ماسك الاجواء، ماسك الفضاء، ماسك كي، عندي الحق انه اتكلم فيها. نقطة عربي انتهت. انت شايف الفاتح كويس؟ الله يفتح عليك وعليك. لا بالتحية يا زرفة، كلام جميل جدا يا اخوان. موضوع قطع الاتصالات دي موضوع كبير جدا، وده فيه اثر مباشر لكل الناس في السودان. يعني امس في مستشار بتاع حميدتي ومستشار دعم مصري قال القطع الانترنت ده قطعوه من بر السودان، ودعم مصري قال ما عنده اي امكانيه انه يقطع شبكات اتصالات في السودان، لانه قال الشبكات دي التحكم حقه كله في بر السودان. ده حسب كلامه. الى ان طلع امس مدير شركه زين قال التحكم ده انت براكو سميتو كلامه ده. يا اخوانا مسألة اتصالات دي او مسألة حقوق اخذ بين شركة زين والمواطن دي العقود بتاع اذعان، يعني اي زول انت تقبل ما عندك اي حق ومناقشة كلام ده ما في، تقبله يا ترفضه لان انت مجبور والمواطن هو الضحية. لكن في موضوع الاتصالات دي اخوانا في ناس اتكلموا كتير بالذات في دارفور دي، يا اخوانا خمس ولايات من هرب بدا حكومه قاطع اتصالات في خمس ولايات. خمس ولايات شو؟ خمس ولايات فيه كم نفر؟ حتى في واحد لما يتكلم بيقول يا اخي ده مناطق تحت السيطره دعم السري، يعني حكومه عشان كده قطع الاتصالات. الليله طلع مدير بتاع شركه زين انه هو قال ملزم انه يوفر خدمه في اي مكان سواء كانت تحت السيطره دعم السري او الجيش. طيب هناك 10 شهور زول كده يعني ما في، هو ناشط زاد طلع يتكلم فيه ما في. والزول لما زول يتكلم من دارفور ما عنده اي علاقه بدعم السري، لما يطلب زاد بيقول يا اخي انت داك من سيطره دعم السري، بقول كده برد رد كده. كانت يعني الكل السودان بيجي بيتكلم عن قطع اتصالات. هرب ده قامت غير فينا شنو؟ يعني هرب ده ما قامت عشان يغير فينا حاجات، هرب ده قامت عشان نحس بزول الثاني. لكن للان الوضع ماشي كما هو زي زمان، يعني زول ما بيتكلم الا حاجه لما يمسه هو. كلامنا غلط يا اخوان، كلامنا غلط، كلام ده لازم يتغير. هرب ده قامت عشان يغير فينا حاجات كتير جدا. انت شوف هسه كلام اللي قلت تقولوا ده انه الزول علاجات ما في وناس ما قادرين بيرسلوا قروش وناس ما قادرين، حاجات دي كله شوف 10 شهور دي لك ساعتين الليله وتر يتكلم هنا في 6 يوم. كلام ده غلط، كلام ده غلط يا اخوانا. الهرب ده قام لازم يا اخوانا الناس كله تتغير ويغير فينا حاجات كتير. ما نتكلم الا حاجه لما يمسنا ده كلامنا ما بجيبه. دي نفس الحاجات اللي حصلت انه الجنجويت جو لما هجم الخرطوم، ناس كل ناس ولايات كانوا نايمين وبينبسوا انه ديل يخلاجين بيد الخرطوم، والناس اتمنوا في قروش في ايجار البيوت لحد ما بالذات ناس مدني وناس ناس محلات ديل، الى ان جاءهم هم التنبعات يرفوا دارهم زادوا فروا. مفترض نهنس مع بعض نهزوا الثاني ده، دي المفترض يحصل. فعموما قطع شبكة ده شغل بأثر شديد بالمناسبة. في ناس أنا معتمدين اعتماد كل على الناس برا، وأنتم براكم عارفين بلد كلها محاصرة وفي ناس ما شغالين. فنتمنى إنه الخدمة ترجع في السودان كله وربنا يصل الحال. بس ومهما كانت الناس تصبر وناس تقول بلبس جنجود لازم ينتهي، جنجود كمان ينتهي، السودان ما بيستغير.